ربنا ادانا آلية جميلة جدا في الصيام، فترة صيام رمضان، الفترة من بعد ما الهضم بيخلص لحد ما نبدأ نفطر، نبدأ ناكل تاني. الفترة دي بالنسبة للجهاز الهضمي هي فترة زي فترة تنظيف. تمام ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الجهاز الهضمي بيبدأ يخش في موجات من الحركة المتناقلة، حركة زي حركة دودية كده، من أول المعدة لحد نهاية الأمعاء الدقيقة. الحركة دي بتعمل إيه؟ بتفضي الجهاز الهضمي من كل ما هو داخله لسه فيه جواه، لو فيه فضلات، لو فيه لسه بواقي ألياف، لو فيه بواقي أدوية مثلا، لو فيه بواقي أكل، كل ده بواقي أي بكتيريا، الجهاز أي الهضمي ميكروبات، بيحاول كل انه ده يتخلص منه. في خلال الثمان ساعات أو من أول ما الأكل الهضمي يخلص لحد الساعة 7 مساء، لحد ما نبدأ ناكل تاني، بيبدأ الجهاز الهضمي يكنس كل ده، تمام يمسح كل ده من اول المعده لحد نهايه الامعاء الدقيقه، وبيروح ناحيه القولون علشان يخرج مع الفضلات. دي آلية ممتازة، يعني احنا بنخضع لهذه الآلية كل يوم فترة الصيام لمدة 30 يوم، تمام لدرجة ان يمكن المراجع الطبية عندنا مسمية الصيام او الفترة الآلية الحركية دي مسميها مسؤول من نظافة جهاز الهضم. يعني احنا فترة الصيام دي بيتعرض الجهاز الهضمي لنوبات من التنظيف والتعقيم يوميا تمام يوميا يوميا في 30 مش يوم. زي ما أشيع من البعض إن الصيام بيضر بالجهاز الهضمي، إن احنا بنفضل مثلا فترات طويلة ممتنعين عن الأكل والشرب. لا خالص خالص، بالعكس، ده مش ضرر، ده فايدة يومية بالنسبة للصائمين في رمضان.